نتكلم بقى على الخطوة التانية في الابروتش بتاعت شي هارت اللي هو البي دي سي اي وديمينج اللي هو البي دي اس اي. الخطوة الاولى بلان قلنا فيها اربع نقط، دلوقتي الدو. الخطوة دي فيها نقطتين مهمين، انا خلاص حددت في البلان، عملت بريوريتايزيشن، اخترت حاجة للتحسين وجمعت الديتا وحطيت اكشن بلان وقلت مين اللي هيعملها، ده الايه البلان. الدو ان انا انفذ الاكشن بلان دي على مكان صغير، سمول سكيل، حتى عشان الدنيا ما تخربش مني، مثلا ايه في عياده واحده من العيادات مش كل القسم، او مثلا في ديبارتمنت واحد زي الاي سي يو ابدا اعمل فيه ايا كان مشروع التحسين اللي انا شغال فيه، بجرب فيه ايه الاكشن بلان اللي انا عملتها وهل هي افكتيف ولا لا. طيب النقطة التانية المهمة عندي اني وانا شغال بعلم الناس البروسس الجديدة، كل من انفولفد في الموضوع، لان ممكن يكون البروسس ده يكون خارج الاسم، يعني حد بيحتك بالايه بالاسم بس لازم يعرف البروسس الجديدة، بعلمه برضه. يبقى انا بعمل عملية education وtraining وكمان بعمل البايلوت تيستنج، ده بالنسبة لي دو. هنيجي للنقطة اللي هم دي التجميعة بتاعت الدو، هنيجي للنقطة التالتة اللي هي التشيك أو استادي اللي فيها خلاف بين شي هارت وديمينج، ما فيهاش خلاف غير في اللفظ بس مش أكتر من كده، لكن هي واحدة. فأنا بعمل إيه في التشيك؟ التشيك إن أنا هبدأ أجمع ديتا تاني، أنا عملت بايلوت تيستنج صح؟ فأعرف بقى إيه النتائج اللي طلعت من البايلوت تيستنج ده وأبدأ أقارنها باللي كان قبل كده، هل في تحسين حصل ولا لا؟ هل الوضع تحسن ولا لا؟ وكمان the team determine if the goal have been reached. انا التيم خلاص بعد ما بص على النتائج بيتاكد ان مثلا ايه والله احنا ايه الجول بتاعنا اتحقق، فاحنا ممكن نطبقها كده على نطاق اوسع. حلو، لكن قبل ما ابدا اعمل implementation على نطاق واسع ابدا ايه اسال برضو سؤال، هل احنا محتاجين نعمل modification لاي حاجه؟ هل في حاجه تانية محتاجه تتعمل قبل ما نطبق على مجال واسع؟ براجع بشيك تشيكه بسرعه كده. يبقى انا عندي الثلاث نقط اللي موجودين في التشيك او ستادي، ان انا بعمل كولكت ديتا واقارنها بالنتائج اللي كانت قبل كده عشان اعرف الاكشن بلان بتاعتي عملت فارق ولا لا، وان التيم بيحدد هل فعلا وصلنا للتارجت ولا لسه ما وصلنالوش. طيب اذا وصلنا للتارجت، طيب يا جماعه هنبدا نطبق بقى على نطاق واسع، هل في حاجة احنا عايزين نعملها تاني ولا خلاص احنا تمام كده ويلا نطبق؟